فنكتشف اليوم ولأول مرة معجزة مذهلة تتجلى في كل آية من آيات القرآن الكريم. القرآن أيها الأحبة يتألف من 6236 آية. هذه المعجزة تنطبق على جميع آيات القرآن بلا استثناء. نحن نعلم أيها الأحبة أن أهم شيء في أي كتاب هو بداية الكتاب ونهاية الكتاب، أي الكلمات التي يبدأ بها أي كتاب وينتهي بها هذا الكتاب. القرآن العظيم بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وانتهى من الجنة والناس. إذن أول آية من آيات القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم، وآخر آية هي من الجنة والناس. لماذا بدأ الله تعالى كتابه بهذه الكلمات بالذات بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولماذا ختم كتابه بهذه الكلمات بالذات من الجنة والناس؟ الحقيقة هذا السؤال أيها الأحبة سوف نكتشف الإجابة عنه اليوم. هذه البسملة أيها الأحبة تتألف من 10 أحرف، وهي اللام، الميم، الألف، الراء، الحاء، الياء، الهاء، النون، السين، الباء. إذن 10 أحرف اختارها الله تعالى ليبدأ بها كتابه الكريم. لو طرحنا هذا السؤال أيها الأحبة، كم عدد الآيات في القرآن التي فيها شيء من حروف البسملة؟ إذا دققنا ودرسنا كل آيات القرآن أحبتي في الله سوف نكتشف أن كل آية من آيات القرآن فيها حرف أو أكثر من حروف البسملة، وهذا ينطبق على 6236 آية. سبحان الله، يعني نتيجة مذهلة وغير متوقعة. إذن جميع آيات القرآن تحوي حروفا من البسملة. سبحان الله. الآن أيها الأحبة دعوني أنتقل لآخر آية، لأنه قد يأتي من يقول هذه المصادفة. دعوني أذهب بكم إلى آخر آية في القرآن الكريم، وهي من الجنة والناس. هذه الآية تتألف أساسا من 8 أحرف: النون، الألف، اللام، الواو، الهاء، الميم، السين، الجيم. أعود فأطرح السؤال ذاته: كم آية من آيات القرآن تحوي حروفا من آخر آية؟ الجواب المنطقي أننا يعني يجب أن نجد آيات تحوي شيئا من هذه الحروف وآيات ليس فيها، وبخاصة أن القرآن فيه آيات تتألف من حرفين فقط مثل حاميم، ياسين، طه إلى آخره، هذه الحروف المقطعة. جميع آيات القرآن فيها حرف أو أكثر من حروف آخر آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وعندما نذهب إلى برنامج إحصاء القرآن الكريم ونبحث عن الآيات التي فيها حرف أو أكثر من حروف من الجنة والناس نجد العدد 6236 آية، وهي آيات القرآن كله. إذن أصبح لدينا هذه اللوحة الهندسية الرائعة. كل آية من آيات القرآن لابد أن تحوي حرفا أو أكثر من حروف أول آية من القرآن، وكل آية من آيات القرآن لابد أن تحوي حرفا أو أكثر من حروف آخر آية من آيات القرآن. سبحان الله. الآن أيها الأحبة، هناك روايات للقرآن لا تعتبر البسملة أول آية، بل أول آية هي الحمد لله رب العالمين. إذن هل يختل هذا القانون؟ لا. العمل الذي قمت به أنني بحثت عن حروف الحمد لله رب العالمين، على اعتبار أن لدينا روايات قرآنية البسملة ليست آية من الفاتحة، بل أول آية من آيات القرآن هي الحمد لله رب العالمين. هذه الآية الكريمة أيها الأحبة تتألف من 11 حرفا. تأملوا معي: اللام، الميم، الألف، الياء، الهاء، النون، العين، الراء، الدال، الحاء، الباء.
إذن الحمد لله رب العالمين تتألف من 11 حرفا. نعود ونطرح نفس السؤال، ما هو عدد الآيات في القرآن التي تحوي شيئا من حروف الحمد لله رب العالمين فيما لو اعتبرناها أول آية من آيات القرآن؟ الجواب أيها الأحبة وهو مفاجأة جديدة، 6236 آية، أي أن كل آية من آيات القرآن لابد أن تحوي حرفا أو أكثر من حروف الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، وكأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان أن الله قد أحكم هذا الكتاب مهما تعددت الروايات ومهما اختلف الطرق العد والإحصاء والبحث، سوف تجده محكما كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته. سبحان الله. الآن أحبتي في الله، هناك عبارات قوية جدا في القرآن وذات دلالة عظيمة، محمد رسول الله. عبارة محمد رسول الله تتألف من 9 أحرف، الميم، الحاء، الدال، الراء، السين، الواو، اللام، الألف، الهاء. دعوني أكرر السؤال ذاته، كم آية من آيات القرآن تشهد على أن محمدا هو رسول الله؟ إذا طرحنا السؤال وقلنا كم آية من آيات القرآن تحوي شيئا من حروف عبارة محمد رسول الله، سوف نكتشف أيها الأحبة أن جميع آيات القرآن فيها حرف أو أكثر من عبارة محمد رسول الله. سبحان الله. والله أيها الأحبة إن القلب لا يخشع عندما نرى هذه الحقائق ونكتشف هذا الإحكام، مع العلم أن هناك آيات تتألف من حرفين كما قلنا، ياسين، طه، حاميم. لو أن أحدا فكر أن يغير هذه الحروف المقطعة، بدلا من ياسين لو كتب واو جيم أو خاء ذال أو أي حروف غير هذه، سوف يختل هذا القانون أيها الأحبة. سبحان الله. إن هذه الحقائق أحبتي في الله والله لتشهد على أن هذا النبي لا ينطق عن الهوى، كما قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى. وهنا من جديد سوف نكتشف القانون الإلهي ذاته يتجلى في هذه الحروف. دعوني أتأمل معكم حروف وما ينطق عن الهوى. كم آية من آيات القرآن تشهد بأن هذا النبي لا ينطق عن الهوى؟ هذه العبارة أو هذه الآية أيها الأحبة تتألف من 10 أحرف، تماما مثل البسملة، تلك 10 كاملة. حروف هذه الآية هي الياء، الواو، النون، الألف، الهاء، الميم، اللام، القاف، العين، الطاء. هذه الحروف أحبتي في الله لو قمنا بطرح السؤال ذاته، كم آية في القرآن تحوي شيئا من حروف وما ينطق عن الهوى؟ سوف نجد القانون الإلهي ذاته، جميع آيات القرآن فيها حرف أو أكثر من حروف وما ينطق عن الهوى. سبحان الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.